رح نبدا اولى محطاتنا نور، واليوم رح نبلش مع الفقره الصحيه. السكري او المرض الصامت اللي بيرافق حياه الانسان من بدايه الاصابه فيه بيغير نمط حياتنا، والناس بتدور على بدائل لحتى تخفف من الاخطار اللي بتصيب طبعا المريض بالسكري. ممكن تكون البدائل هي التوقف عن السكر او في بدائل للسكر. شو صحه هاي المعلومات وكيف ممكن يكون نمط حياتنا صحي خلال الاصابه بمرض السكري وغيرها من المعلومات، وايضا تحدي اسبوع بلا سكر. عن هي الفكره وغيرها من الافكار رح نحكي اليوم باستفاضه مع ضيفتنا الدكتوره نور مانسترلي، اخصائيه بالصحه العلاجيه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتوره نور. صباح النور سلمى. صباح النور نور. يسعد صباحك نور. تحدي اسبوع بلا سكر طبعا. كنا عم نحكي انا وياكي تحت الهواء قديش في فعلا فينا نتوقف عن السكر الابيض، قديش فينا نحافظ على نمط الحياه الصحي، بس صعبه. يعني في كثير من الناس عم تتابعنا بتقول لك انا بحاول بس ما عم بقدر. خلينا نحكي عن البدائل الصحيه للسكر، شو هي والمفيده، لانه في بعض البدائل هي للاسف كمان مش مفيده. نور، في دراسات انعملت على الجرذان هنن كتكوينة جسمهم هي اقرب شيء لجسم الانسان، عشان هيك اكثر شيء بيعملوا دراسات عليهم. فعملوا دراسه شو بيصير بالجرس لما نحن بنقطع عنه السكر. فاللي تبين انه نحن اول شيء بصير عندنا خمول وتعب ووهن، هيدا نتيجه قله السكر. ليش؟ ما عاد قلنا حيل نعمل شيء، لانه السكر هو بيعطينا طاقه. لما نحن بناخذ سكريات شو فينا، نحن عندنا طاقه، عندنا باور، بنتحرك، بكون عندنا هيك حيويه. بس ينفقد عنصر السكر من الجسم، نلاحظ انه صار عندنا هيك كسل بالعضلات، ما عاد قدرنا انه نشتغل اي شغله وصار عندنا هذا الوهن. هلا هي الدراسه كمان اثبتت قد ايه ادمان السكر هو من اخطر انواع الادمان، حتى اخطر من ادمان النيكوتين واخطر من ادمان الانواع المخدره على الجسم. ليه؟ لانه نحن لما بنحس بهي الطعمه الحلوه فبنضل بنتذكر، العقل الباطن بضل بيتذكر هذا النوع من النكهات، فبضل بيجذب هذا الشيء، بضل يعني ما بنكتفي من قطعه شوكولا، بصير بدنا لوح شوكولا، ما بنكتفي من مثلا من قطعه هي بلش بقطعه صغيره وبعدين بيطلع بالصحن كله 100%. فهذا هي الدراسه بتورجينا قد ايه هي خطوره السكر على صحتنا. هلا في بدائل كثير وكلياتنا بنقول انه نحن اذا قطعنا بس السكر الابيض فهذا الشيء منيح، نحن ما بنحط سكر يعني مضاف على المشروبات، ولكن نحن عم نتناول بطريقه غير مباشره لكميه كبيره من السكر خلال نهارنا، ان كان من الخبز، ان كان من النشويات اللي هي معكرونه، رز، الاشياء اللي يعني النشويات المعقده. فنحن لمجرد بدلنا الخبز الابيض هو نفس الخبز الاسمر، كل مره بنرجع بنعيد هي الفكره، لانه شوي العالم بيقولوا لك لا ما في انه في فرق كبير بيناتهم، هو نفس الشيء. بس في طعمه الحلاوه، الفرق بين الخبز الابيض والاسمر لانه مضاف له سكر. فنحن لمجرد انه عم نقول ما عم ناخذ سكر بالشاي او بالقهوه او بالمشروبات، بس عم ناخذ خبز ابيض، فنحن عم ناخذ سكر غير جيد. لما عم ناخذ نشويات كميه كثير كبيره فعم ناخذ سكر غير جيد. فنحن السكر مو بس السكر الابيض، هي السكريات الموجوده بكل النشويات. بالهرم الغذائي لما بنقول نشويات كمان مو هي رز ومعكرونه وخبز وهيك، لا، هي كمان بالهرم الغذائي الفواكه والالياف والخضار تعتبر من النشويات. فكمان نحن لما بناخذ قطعه فواكه كانه عم نفوت سكر. بس هون بدنا ننتبه على شغله، انه اكيد السكر الموجود بالفواكه هو سكر جيد. فنحن بنقدر نتناوله بس كمان بكميات تماما. لما بدنا نقول تحدي اسبوع بلا سكر، مو يعني بس سكر مضاف يعني هو السكر الابيض، لا، لما بدنا نقول هيك يعني نحن حنحاول نبتعد عن جميع انواع النشويات بس ناخذها من المصادر الجيده. مثل الشوفان، بدل ما ناخذ خبز ناخذ شوفان، بدل ما ناخذ نحلي اي مشروب بالسكر. هلا انا ما بفضل بالعسل،
لانه حتى العسل فيه نسبه عاليه من السكريات، فجسمك والعقل الباطن تبع الجسم بيضل بيتذكر هي النكهه. فنحن لنحاول نقطعه بشكل كامل بدنا نعمله شيء تدريجي اول شيء وهذا اللي كان بدي اسالك عليه، انه ما فينا اي شخص فجاه يقطع تناول السكري لانه له اضرار حتى لو ما كان شخص مصاب بالسكر. اضرار انسحابيه مثل ما نحن بنقطع مثل كانه شخص مدمن عم يدمن شيء وعم تحاولي تبطلي له اياه. شو البدائل الطبيعيه اللي ممكن الاشخاص طبعا يستخدموها بشكل يومي بالتدريج لحتى نوصل لمرحله اللي هو عم ناخذ شيء معقول، سواء كنا اشخاص غير مصابين بالسكري او اشخاص مصابين بالسكري؟ هلا مثل ما قلنا انه نحن يعني المعالق اول شيء بنخففها، اللي بحط 3 معالق بتصير 2، الاسبوع اسبوعين بعدين بصير معلقه، بعدين بحاول ينهيها بشكل كامل. هلا المحليات الصناعيه هو شيء مؤقت وليس دائم، يعني مثل كثير ناس ما بتفضل السكرين، يعني بتقول لك كمان له اضرار. له اضرار طبعا على المدى البعيد، هذا الشيء كلياتنا بنعرفه، بس نحن في شيء اخف من شيء، يعني انا مثلا شخصيا انا ما بشرب قهوه ابدا ولا بشرب اي نوع من انواع الكافيين. من ضمن عملي مفروض اني اشرب قهوه لحتى ضل عندي طاقه. اول شيء لحتى اتقبل القهوه صرت احط لها سكر بس ليكون طعمه مستساغ. بعدين لقيت حالي اذا معلقه سكر من هون ومعلقه سكر من هون بده يزيد وزني، فاستبدلته بالسكرين. هلا عن جديد قررت انه حتى السكرين ما عاد بحطه باي مشروبات. اول مره لقيت الطعمه مره، ثاني مره، ثالث مره بلشت استساغ طعمه القهوه بلا سكر، وهيك بكل شيء. نحن بنقول بدل ما ناخذ مثلا 4 قطع فواكه بناخذ قطعه كيك، هيك الشخص بينه وبين حاله بيقول. فلا نحن ما فينا نلغي شيء ونعوضه بشيء، نحن بناخذ سكريات وفيتامينات وبناخذ طاقة من الفواكه، فما فينا نلغيها بشكل كامل. تماما، فينا نستخدم الفواكه المجففة بكل أنواعها ما عدا الكرامبري اللي هو العنب الأسود البري أو التوت، لأنه فيها نسبة سكريات جدا عالية. فينا ناخذ 3 حصص للأشخاص المصابين بالسكر، 3 حصص يوميا من الفواكه، يعني 3 قطع كاملة من جميع أنواع الفواكه إلا التوت وإلنا العنب البري. فينا نستبدل كمان السكر بدبس الخرنوب يلي هو أقل سكر، بيعطي شوية حلاوة، وبالإضافة إنه هو ما بيعملنا أي أثر جانبية ولا أي مشاكل. دبس الخرنوب بينعمل من نبتة الخرنوب، طبعا بالطب البديل بيستخدموا هذا النوع من السكريات كبديل عن السكر. العسل نستخدمه ولكن انا ما بفضل انه نضيفه للشيء السخن، بفضل انه نتناوله بس معلقه واحده بالنهار لناخذ منه الطاقه. السكريات البديله قلنا كمان انه نحاول نبدل اي شيء ابيض بشيء اسمر كالرز، بالرز الاسمر او البرغل. البرغل كثير فيه فوائد كثير وفيه الياف كثير عاليه. هاي الشغلات الصغيره صرنا بنعرفها، بس الشيء اللي ما عم بنعرفه انه نسبه البروتينات العاليه لما بنتناولها بكميه كثير كبيره بتعمل رد فعل عكسي على الجسم، انه نحن ما عاد نطلب سكريات، كل ما كثرنا بروتينات بصير امتصاصنا وطلب جسمنا للسكريات أقل. وكل ما شربنا مي بصير كمان طلبنا للسكريات اقل. هاي العملية او فينا العملية البدائلية فينا نقول عنها، اذا بنتبعها بحياتنا اليومية باسبوع تحدي بلا سكر او بلا هاي الحملة، اذا مريض سكر او هو مريض او شخص طبيعي، فنحن اكيد بنوصل لحياة افضل وصحة افضل. صحيح. لانه بالنهاية السكر ادمانه كتير صعب واثاره الجانبية على صحتنا كثير خطيرة. ذكرتي تحدي اسبوع بلا سكر، خلينا نحكي بلش العدة التنازلية لهيدا التحدي، خلينا نحكي عن الحملة والهدف منها. هلا اطلقت وزارة الصحة هي الحملة لتوعية صحية أكبر، لأنه نحن هي حملة عالمية على فكرة تنويه، نحن يمكن العالم اعتبروها بادرة جديدة بسوريا أنه نحن نعمل هيك شيء هيك نوع من الحملات، وإنما هي حملة عالمية وكل دول العالم تعملها. يمكن صار هيك إشارات استفهام لأنه جديدة على البلد أنه نعمل هيك نوع من الحملات، بس نحن لازم نوعي الشعب على لأنه نحن
ضمن هالعشر سنين الازمات والظروف الراهنه وتحملنا كثير الصراحه، فانه بقول انه الشخص انه يلا فش خلقي بالاكل، الاكل متعه بالنهايه وهو هالعمر ومره بنعيشه، فما حاحرم حالي من الاكل. هو هذا الشيء غلط، ولا كمان بلا سكر ما بقول بلا سكر بشكل كامل، بس انه من فتره لثانيه. فهي حمله عالميه، وبكل دول العالم اوقات بيعملوا حمله اسبوع بلا سكر، اسبوع بلا ملح او هيك، او مثلا دائما بيعملوا ماراثونات مشي لنعلم الناس انه لازم نحن نمشي او نتبع الرياضه باسلوب حياتنا. فاطلقت هي الحمله تحت عنوان تحدي اسبوع بلا سكر، بيبدا اعتبارا من 12 الشهر اللي هو بكره الجمعه ل 19 الشهر. طبعا ننوه بلا سكر مو بس سكر ابيض، 100% كل الاكل. هلا شوفي انا لما عملته، انا عملت هذا التحدي كتجربه شخصيه بوقت الكورونا، اول ازمه الكورونا، لارفع من مناعه جسمي. قطعت السكر الابيض بشكل كامل، قطعت كل الحلويات، مع العلم اني انا بعترف قدام كل العالم اني انا مدمنه شوكولا كنت اوقات بشتهيها من فتره للثانيه، بس انا عندي كان ادمان للشوكولا، وبلاقي انا قدرانه افطر واتغدى واتعشى شوكولا. ما اكل اي نوع من الاطعمه، بس السكريات مستحيل اقدر اعيش بدونها. باول كورونا السنه الماضيه بشهر 3 تماما، اخذت قرار كثير صارم بحياتي اني انا اوقف سكر بشكل كامل، وقف حلويات، وقف فاست فود، ووقف خبز ابيض. وفعلا انا بقيت ثلاث شهور اربع شهور. هلا رح اقول لك كل هدول بده يوقفوا، شو رح ياكل؟ انا ثلاث شهور اربع شهور وقفتهم. اول شيء صار عندي لياقه بدنيه جدا عاليه، صار عندي بشرتي صارت صافيه كثير، صار عندي كان عندي خمول وتعب، صار عندي دائما نشاط دائم، ما اتعب، حس تنفسي احسن، اقدر العب رياضه بشكل افضل، كل شيء. اثار جانبيه توخيت، حتى مناعتي كثير قويت، وما عاد حتى لما انا انصبت بالكورونا فما كان عندي هالاثار الجانبيه الفظيعه مثل باقي الاشخاص لاني رفعتها مسبقا. فنحن لما بنقطع سكر بترتفع مناعتنا. طبعا الماراثون مثل ما قلنا بينطلق من وزاره الصحه اللي هو بساحه النجمه لساحه الامويين، طبعا حيتم من خلاله قياس السكر لكل الاشخاص، قياس الوزن، تشخيص الحاله بشكل عام، الحاله العامه، بالاضافه فانه حيكون في معنا اطباء موجودين هناك كسبيكر يعني لنشر التوعيه الصحيه ضد مرض السكر والاثار الجانبيه لمرض السكر. شو الهدف كان؟ طبعا هو حمله تحدي بلا سكر هو حمله من عده حملات، يعني هو برنامج من عده برامج راح تطلقها وزاره الصحه قريبا كمان لنشر التوعيه ونشر البرامج الصحيه والتثقيفيه لدى الاشخاص. يمكن احنا مصابين وغير مصابين بحاجه بهذا الوقت لكثير من هالانواع من الحملات، يعني مثل ما قلتي هذا النوع من الحملات هو عالميا تمام. كل فتره، ويمكن هلا في ارتفاع بنسب الاصابه بالسكري بدول العالم بشكل كبير، وحتى عند الشباب، يعني صرنا عم نشوف هلا سكري الشباب صار منتشر بشكل كبير، وفي اشخاص ما بيعرفوا، او مثلا بيقولوا مستحيل هي الاعراض تكون اعراض سكري، انا شب لسه بكير علي. سلمى بتتخيلي انه مرض السكري هو رقم اربع، هو بياخذ المرتبه الرابعه بالوفيات حول العالم، ومرض القلب بياخذ المرتبه الاولى بالوفيات بالعالم. بس مرض القلب ما بنوصل له بس انه نحن بناكل ملح وبناخذ، لا ممكن نكون مصابين بالسكري ايضا. 100% مرض السكر بيؤدي لمرض القلب، ومرض السكر بيؤدي ارتفاع ضغط الدم ولتصلب الشرايين ومشاكل بالكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول، واذا ارتفع الكوليسترول وصار في ستروك بالشرايين فنحن بيسبب لنا جلطات، وخصوصا عند الشباب، والجلطات عند بعمر الشباب هي قاتله. فنحن بهذا العمر، عمر الشباب نحن بنعتبره لل 60 سنه، يعني نحن هيك ما حددنا قديش عمرنا، بس عمر الشباب لل 60 سنه. فنحن هي خلال هالفتره الزمنيه كلياتها تخيلي تراكمات السنين، يعني من لما كان عمرنا سنه سنتين اهالينا بيعطونا جائزه اذا قعدنا عاقلين ناخذ شوكولا. انا بتذكر اهلي كانوا يقولوا لي اذا بتروحي عند دكتور الاسنان
وتضلي عاقله وما بتبكي حنطالعك نطعميكي ايس كريم او حنطعميكي شوكولا. فكان انا عندي اربط السكر كجائزه. فدائما اقول انه انا اذا بدي اكل اهلي بدهم يطعموني هذا النوع من الاطعمه فمعناتها هو مكافاه على الشيء اللي انا عملته، اذا جبت 10 بالمدرسه فالي جائزه حلويات. في نقطه كثير مهمه مع الاطفال اليوم بالختام، يعني لو هيك سريعا قديش فيني بلش مع طفلي وهو صغير لعوده ما في سكر بالحياه؟ يعني انا عندي بنت سنتين بحاول قد ما فيني بعد عنها السكر بشكل كثير كبير، بالمقابل بتلاقي حدا عم يقول لك لا انه حرام يعني اعطيها شويه شوكولا، مع انه هي ما عم تعرف انا اللي عم اعرف عليها. قديش فيني فعلا العب بالنظام الغذائي للاطفال من هن وصغار؟ بدي كمان نوه على شغله انه الشوكولا نحن ما بنسمن من الشوكولا على فكره، شوكولا هي اكيد فيها زبده فبتسمننا، بس نحن فينا نعود اطفالنا نعطيهم شوكولا بس بدون سكر، لانه السكر المضاف بالشوكولا هو اللي بيعمل لنا زياده الوزن وبصور بالوجه. فينا نعطيهم من الكاكاو، يعني ما نعودهم من نحن وصغار على الطعم الحلوه، دائما نعود الشوكولا البونبون المصاصه اكيد والجليبون هدول الجليالي احنا بنعمله حتى بالبيت، الحلويات اللي بنعملها بالبيت نحاول نستبدلها بشيء اكثر افاده لجسم الطفل والصغير والكبير. السكر الابيض للاطفال بيعمل لهم تسوس بالاسنان على عمر بكير، فكمان بيأذي الاسنان حتى لو هن فرموا الاسنان اللبنيه بصير عندهم مشاكل باللثه، بصير عندهم صحه الفم كثير سيئه، بصير كمان بتنطلق رائحه من المعده كثير سيئه نتيجه تناول كميه كثير كبيره من السكريات. الاطفال جاني ولد بعمره 12 سنه بيتناول كميه كثير كبيره من السكريات، للصراحه خطر ببالي اطلب له تحليل السكر وخذ بالسكر، طلع هذا الطفل مصاب بمرض السكر. فتخيلت الاهل لا مستحيل انا ابني يكون معه سكر انا ما كذا، طب انت لما عم تحط قدامه قلت له اكل شيء قبل التحليل، قال لي ايه اكل نص كيلو شوكولا. انتبهت هيك، طب اذا الاهل ما عندهم هذا الوعي انه يعملوا يوقفوا اولادهم عن تناول هيك نوع من الاطعمه، كيف اولادهم يطلعوا صحيين لبعدين؟ ونحن دراسه كمان عالميه بتقول انه كل شيء عادات بنعملها بحياتنا اليوميه بتتخزن بالعقل الباطن وليس بالذاكره، فالعقل الباطن بحاجه لتغيير هي العادات اللي نحن مكتسبينها من 21 يوم ل 40 يوم، فنحن بدنا نتحمل اول اسبوع بيكون كثير صعب علينا لنترك اي عاده ان كان سكر او اي شيء ثاني بالحياه، بدنا اسبوع، اول اسبوع بيكون كثير صعب، ثاني اسبوع ببلش الجسم يتاقلم انه بلا هذا فرضا، ثالث اسبوع 100% حيوقف على طلبه، بعد اليوم رقم 40 مستحيل اتذكر هذا النوع من الاطعمه، لهيك انا قدرت اني اترك السكر 4 شهور لانه قطع اول اسبوع كثير صعب، صرت اعصب، صار راسي يوجعني، صار عندي خمول مثل ما قلنا، وجع، اعتلال بالاعصاب، ما عاد قدرت اول شيء اعمل اي نشاط بدني، ثاني اسبوع بلشت اتحسن، ثالث اسبوع ولا كاني بعرف نوع من السكر. مشان هيك بقول من نحن وصغار نعود اطفالنا انه ما يستسيغوا هذا الطعم حتى يقدروا وما نربطها سلمى بالجائزه، انه السكريات هي ما لنا جائزه لانه الدماغ بيخزن هاي المعلومه. اكيد يعني معلومات كثير مهمه، وبدنا ندعي كل الناس انها تشارك ولو حتى اللي بالبيت اللي ما بيقدر ينزل يمشي بالماراثون او يكون مشارك به ونجرب نتحدى، ما بنعرف هو يكون راقوب على حاله يعني طبعا مشارك على نفسه، يعني هو رح يشارك رح تشاركي سلمى اكيد رح شارك رح اشوفها، حاولوا انه مثلا ننزل ستوريات لنورجي العالم انه فعلا نحن ملتزمين، يعني بيبقى نحن لما شخص بيشجع اشخاص كثير يعني هو اول خطوه اصعب شيء، بعدين نحن اكيد حنوصل للهدف الرئيسي اللي نحن بدنا اياه كاتباع نظام صحي متوازن لصحه افضل بكره. نتشكرك اكيد دكتوره على وجودك معنا، بنوجه دعوه لكل الناس أكيد. اللي عم يتابعونا يشاركوا بهذا التحدي من بكره ببلش لمده اسبوع، لانه فعلا هي الصحه اهم شيء بالحياه، فيا رب هيك يديم الصحه على الجميع. شكرا هو اي شيء بيروح بالحياه بيتعود، بس الصحه اذا راحت ما بتتعود. صح، شكرا لك دكتوره وتضلي بالف خير. شكرا لك. شكرا لك.